أحبائنا مشاهدينا ومتابعينا على صفحة نورسات الأردن الأردنية، في هذا المساء نطل عليكم من عين على المشرق مجددا في هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج في هذه الليلة سيأخذنا معكم إلى العبدلي، حيث مجلس الأمة، مجلس النواب. نستضيف هذا المجلس ونستعرض أفعاله وإنجازاته في هذا المساء. يسعدني أن أرحب بضيفي نائب رئيس مجلس النواب، هذا النائب الذي هو بحق نائب الكرك، بل هو نائب الأردن وهو نائب أمة. ضيفنا في هذا المساء أحد أحبتنا، أحد أبنائنا الذين نفخر بهم وبأدائهم في البرلمان تحت القبة وخارجها. إنه نائب رئيس مجلس النواب المهندس هيثم جريس زيادين أبو الليث. مساء الخير أبو الليث. مساء الخير يا أبو. شرفت سعادتك، شكرا على تلبية الدعوة، وأهلا وسهلا فيك. الله يبارك في عين على المشرق، وأنتم جميعا عيوننا وأفئدتنا التي تنبض بصوت الحق تحت قبة. هذه القبة نحن جميعا نحبها، نحترمها، نكرمها. مرحبا بك. مرحبتين أبونا، وبداية مساء الخير إليك، ومساء الخير لكل المشاهدين والمتابعين. ومن هذا الموقع بوجه شكر لموقع وقناة نورسات التي نعتز ونفتخر بها، وشكرا لك أبونا نبيل حداد على هذا التقديم، وشكرا لكل الطاقم اللي موجود معنا من موقع نورسات. يا أهلا وسهلا. بداية يعني نحن نتوقف قليلا عند هيثم. هيثم المهندس ابن السماكية اللي درس بالربة، اللي تخرج من موته. لمحة عن السماكية، الفترة التي كنت فيها في المدرسة إلى أن بقيت ضمن حدود الكرك التي تحب، وإحنا نعرف أنك بتحب الكرك والكرك بتحبك. الله يبارك فيك. لمحة عن هذه الفترة من استعدادك في النشأة وفي التعليم وفي تحصيل العلم، وأنت مهندس سيدي مشير. نعم، مهندس ميكانيكي. أبونا أنا شاب من شباب السماكية اللي بعتز وبفتخر فيها، قريتي الموجودة في جنوب الأردن، في جنوب محافظة الكرك، كرك العزة والإباء، كرك المجد والتاريخ. شاب كباقي شباب الأردن، درست في مدارس سماكية ومن ثم مدارس حمود، وآخر سنتين في التحصيل العلمي المدرسي في مدرسة الربة الزراعية الثانوية الفرع العلمي، ومن ثم حصلت على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 1998 من جامعة موتي، من جامعة مؤتة، وأنا الفوج الثاني هيك بذكر. مواليد عام 1975، 3/4/1903 نيسان، يعني 1975. متزوج، زوجتي كاتيا عصام زيادين مهندسة مدنية، ولدي 3 أبناء. ما شاء الله. ليث ذكور، ليث 11 سنة، وسند 7 سنوات، ويزن 5 سنوات. مواليد السماكية. مواليد السماكية، نعم أبونا. ولما درست في السماكية وين درست؟ بأي مدارس حكومية؟ أنا ما درست أي في أي نوع من المدارس الخاصة.
مدارس حكومية تابعة لوزارة التربية والتعليم، أيضاً فحمود مدارس حكومية، والربة أيضاً هي تعتبر مدرسة حكومية. حصلت الثانية على الفرع العلمي في لواء القصر، ودرست في بعثة أو منحة دراسية عن طريق وزارة التعليم العالي. أكملت دراستي في الهندسة الميكانيكية عام 1998. من هذيك الفترة أنا لم أترك الكرك ولم أترك السماكية. كان عمل طبيعة عملي اتجهت للقطاع الخاص، إخواني عندهم يعني مقاولات واشتغلت في القطاع الخاص، ولم أترك هذا العمل إلا في عام 2016 عندما قررت خوض غمار الانتخابات النيابية لمجلس 18. طول هذه الفترة وأنا موجود في الكرك، بحب الكرك والحمد لله، وإن شاء الله أنه الكرك والكركية بحبوني. ما تركت السباكية وما تركت الكرك من هذيك الفترة. ونحن في السماكية أنا أريد أن مجددا وعلى الهواء أن أقدم لك أحر التعازي بوفاة المرحومة الوالدة أم رائد، الله يسلمك، الوالدة الفاضلة، فأرجو أن تقبل تعازينا، الله يبارك فيك، وأدعيتنا بأن يسكنها الرب الإله حيث القديسون يستريحون، الله يرحمها. شكرا يا أبونا، شكرا يا أبونا، وطورا وما تشوف. الكرك أنت تقول عنها وأنت الكركي الأردني الأصيل باعتزاز، تقول عنها أنها الوحيدة التي لم يدخلها الفلسطيني لاجئا بل شريكا في كل شيء. بتقول أنه يعني حتى أنه الكرك جعلت منهم زيتا للسراج. صحيح. هذا الموقف الكركي المتجذر في الأصالة والشهامة، كرك الإباء، كرك القلعة. احكي لي عن 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 الكرك، وين امتدادها؟ امتدادها العروبي غرب النهر. أنا بعتبر الكرك كباقي شقيقاتها من محافظات الأردن الاثني عشر اللي نعتز ونفتخر فيها. الحمد لله الكرك يعني عبارة عن لوحة فسيفساء. الكرك نموذج للعيش المشترك، وأنا لا أفضل كلمة التعايش، إنما العيش المشترك. وفي عندنا قصص كثيرة في الكرك طريفة يعني، وكل الأردن بتسمع عن قرية أدر، هذه النموذج التي يحتضن فيها الهلال الصليب والصليب ينحني على الهلال. هذه قصة واقعية وموجودة والكل بتداولها. عندما تبرعت عشيرة المعايطة بأرض لبناء الكنيسة بشريطة أن يكون الخوري من المعايطة، هذه قصة مشهورة. هاي الكرك. الكرك عندما قررت خوض الغمار الانتخابات في 2016 بعد طبعا إجماع عشيرتي وإجماع عشائر العكشي والحجازين في قرية السباكي اللي باعتبار هي الحلقة الأضيق، ثم انطلقنا للحلقات فيما بعد. وكانت أيامها يعني انضميت لكتلة اسمها كتلة أبناء الكرك اللي ضمت في جنباتها يعني قامات كركية وطنية، والحمد لله أني حصلت على أعلى واحد في القائمة اللي أنا ترشحت فيها، قرابة 10,000 صوت. قاعدتي 800 صوت وحصلت على 10,000 صوت. يعني وخلينا نحكيها، احنا دائما احنا بنحكي اخوه دائما، ولا يوجد فرق بين المسيحي والمسلم، ولا يوجد عندنا هذه المصطلحات اصلا في الأردن. نعم، الحمد لله. والكرك تحديدا يعني بعتز وبفتخر فيها، وبفتخر اني كركي وبفتخر اني اردني. حصلت على اعلى الاصوات، 9,000 قرابه 9,000 صوت مسلم، لانه الذي يحدد النائب هو صوت المسلم وليس صوت المسيحي. وبالتالي يعني هذا دليل على ما هي الكرك وحبي وعشقي للكرك. ومن ثم وفقنا الله وحصلت على ثقة أهل الكرك وثقة الوطن بأن أكون نائبا في البرلمان 18. وهاي الجملة اللي أنت حكيتها أبونا، هاي بتذكر أول خطاب إلي، كانت يعني في خطاب الثقة
في 2016 بحكومة هاني الملقي. نعم. حكيت إنه الكرك ليس فيها لاجئ ولا مخيم، وكل من فيها هو شريك في الغنم والغرم. وأيامها طبعاً من هذا الموقع لنا نترحم على شهداء قلعة الكرك، لأنه أول مطب سياسي كان واجهه مجلس 18 أحداث قلعة الكرك وشهداء. فمن هذا الموقع نترحم على شهداء سائد المعايطة وعلى رفاقه. وبتذكر أنا ومجموعة من زملاء النواب أنه كنا حاضرين على هذه الأحداث من تقريباً من بدايتها إلى نهايتها. فنترحم مرة ثانية على شهداء قلعة الكرك. أنا بدي أسألك أبو الليث، نائبنا المحبوب، أنت وصلت إلى مجلس النواب 18 وأعدت الكرة ونجحت في 19 في 19 وإن شاء الله 20. تسلم يا أبو، أنا يبارك فيك. كيف سر النجاح أن تنجح أول مرة وجربوك الناس؟ فأعيد، كيف وصلت إلى تحقيق يعني هذا القبول وهذا الرضا؟ بجوز أبونا، أنا لما ترشحت للانتخابات المجلس 19 صورت مقطع فيديو في قلعة الكرك، وأنا قاصد أنه يتم تصويره في قلعة الكرك. حكيت فيها أنه الكرك وفي والكركيين أوفياء، والحمد لله أدعي أبونا إن شاء الله أني خلال الأربع سنوات الماضية أني في رضا على أداء الرقابي والتشريعي. أنا من وجهة نظري يعني أدعي ذلك، والحمد لله الأربع سنوات الماضية يعني حاولت قدر الإمكان أني أتواصل مع قواعد الشعبية، مش بس في محافظة الكرك، على مستوى الوطن كله حاولت أتواصل معهم، حاولت أتلمس همومهم. أنا أبونا ابن قرية، ابن فلاح، ابن حراث، كنا ولاد حراثين، بعرف أبونا بالضبط، نعتز ونفتخر. نعم. إحنا بنعرف أبونا هموم بعض، وبنعرف وبنتلمس تعب الآخرين، وبالتالي حاولت قدر الإمكان إني أوصل صوت قواعد الشعبية. نعم. حاولت إني أخدمهم. وكثير بيحكوا لك إنه يعني النائب هو دور من المعيب أنه يقوم في دور الخدمات، هو دور الرقابة التشريع. أنا بقول لا ضير، نعم دورك رقابة وتشريع، ولكن لا ضير. صحيح. وبالعكس أنت ملزم بخدمة الخير العام. نعم، الخير العام. وأنك توصل صوت الذين يطلبونك والذين يحتاجون هذه الخدمات. فالحمد لله أبونا. أيضا أنا يعني منذ بداية السنة الأولى في البرلمان انتخبوني زملائي مقرر لجنة الطاقة، ومن ثم السنة الثانية والثالثة رئيس لجنة الطاقة. حاولت يعني أني أمثل الكركي يعني بتفاصيل الحمد لله يعني أنا راضي عنها. حاولت أتواصل مع الناس، حاولت أيضا من خلال موقعي ومن خلال موقعي كرئيس لجنة الطاقة أني أخدم القواعد الشعبية، أخدم محافظة الكرك، أخدم اللي بيجيك واللي يعني بطلب المساعدة. تواصلت مع الناس والحمد لله أديت دوري بكل أمانة وبكل رضا عن دوري الرقابي وعن دوري التشريعي. أنا هذا يعني من وجهة نظري. أكيد لا تستطيع غاية إرضاء الناس غاية لا تدرك. أنا ما أرضيت كل الناس أكيد. نعم. في ناس. نعم. عتبان، وفي ناس بس إلى حد ما، حتى في وأنا رئيس لجنة الطاقة حتى دور التشريعي يعني أقرينا مجموعة من القوانين، وفي دخل الأردن يعني أيامها أنا وزملائي في لجنة الطاقة وشكرني عليها جلالة الملك دخول الأردن لميثاق الطاقة العالمي. كان الأردن مراقب لمدة 10 سنوات 2017، والحمد لله استطعت أنا وزملائي في أعضاء لجنة الطاقة أن يدخل ويصبح أوفيشال ممبر يعني عضو رسمي. هاي طبعا بتمكنه من الاستثمارات في الطاقة، أيضا حل النزاعات والخلافات الدولية من خلال دخول الأردن لمنظمة الطاقة. نعم. أيضا يعني حاولنا أنه نزيل كافة العراقيل والعقبات اللي بتواجه المؤسسات المتعلقة بقطاع الطاقة. كنا منفتحين. سعادة أبو الليث، أنت نجحت في 18 في 18. نعم. ونجحت في 19. صحيح. وفي 19
يعني نحن شهدنا كيف تم انتخابك نائب لرئيس مجلس النواب. صح. وبأكثرية. هذا يعني أنا أقول بأنه الأمور أكثر من أنها لعبة سياسية. صحيح. هناك يعني تحقيق هذا الرضا والقبول من الناس في القاعدة الشعبية ومن زملائك النواب، هذا يشير إلى أنه أنت في صعود من بداية في 18 إلى الآن في 19. وفي إيش هي الأمور التي أنت حسيت أنك أنت أنجزتها من 18 وحتى الآن؟ طبعا ما زال هناك في 3 سنوات على 19. إيش يا أبونا؟ أنا بعتبر كلمة واحدة رأس مال النائب أو الرجل، كلمة واحدة: الصدق. نعم. الحمد لله. صحيح. يعني حاولت زي ما حكيتك إني يعني أرضي ضميري. طبعاً اللي حكيت عنه أبونا، أنا أول شيء بعتز وبفتخر فيه، وهي شهادة منك بعتز وبفتخر فيها، وشهادة وسام على صدري. بشكر زملائي في أول شيء عن انتخابات المجلس 19. بصراحة كانت يعني انتخابات صعبة، يعني خاصة إنه هذا القانون هو قانون مكرر، وبالتالي بجوز في 2016 أو مجلس 18 كان هناك عدم دراية بتفاصيل هذا القانون. ولكن في 19 كشف كل التفاصيل، وبالتالي كانت الانتخابات أنا في رأيي كانت صعبة. ولكن مرة ثانية حصلت على ثقة أهل الكرك، وهي ثقة عزيزة وغالية علي، وهي أماني في عنقي ليوم الدين. وإن شاء الله أني أحاول أني أمثل الكرك وأمثل الأردن خير تمثيل. ثقة زملائي يعني أنا مرة ثانية كثقة أهل الكرك عزيزة وغالية علي، حصلت على 62 صوت من 90 اللي كانوا حاضرين، كنائب ثاني الرئيس مجلس النواب. ولقيت يعني بعدها كلمة أنه أنا شكر وتقدير وثناء لهم، لزملائي الأعزاء في مجلس 19 اللي بعتزوا بفتخر فيهم، وكلهم قامات وطنية بنعتز منهم ورح نحكي عنهم. هاي الثقة غالية علي، والحمد لله يعني حاولت خلال الفترة الدورة العادية غير الدورة الغير عادية والدورة الاستثنائية، حاولت أني أتواصل مع زملائي وأني أكون محط ثقة واهتمام زملائي. كنائب لرئيس المجلس أنت ترأس جلسات لمجلس النواب. نعم. احكي لي كيف تدار هذه الجلسة، احكي لي بشوف إحساسك، كيف شفت أول مرة ترأست الجلسة؟ صحيح. وبعدين يعني أنا نقول إنه أنت يعني أنت شاب. نعم. يعني لم تتمرس في العمل السياسي يعني، ولكن ما شاء الله عليك. لما هو 4 سنوات بكفل. يعني إنه الواحد يكتشف فيه الخبرة. كيف هلا أبونا رئاسة المجلس، يعني سواء أنا أو زميلي أحمد الصفدي أو رئيس المجلس المحامي عبد المنعم العودات، مسألة الرضا على الرئاسة هي مسألة يعني في انقسام، يعني في ناس يقول لك أنا راضي، وفي ناس يقول لك والله في عدم رضا، طبعا لأسباب كثيرة. بس يعني شو إحساسك؟ هاي طبعا هي أبونا هي طبعا كرسي أبونا أول إشي يعني هو هي ثقة من رئيس المجلس إنه أنت تترأس جانب من جلسات التشريعية أو الرقابية. وأبونا بصراحة يعني هذا موقع حساس جدا. نعم. يعني أنت على رأيك فوكس ومحط أنظار كل الإعلام وزملائك الموجودين والحكومة، فبدك تعمل دور تنسيقي كبير جدا يعني، وتلتفت وتنتبه لكل كبيرة وصغيرة. فالحمد لله يعني حاولنا أنه نكون يعني عند ثقة زملائنا. هي بصراحة يعني هذا الموقع حساس جدا، وزي ما حكيت الإعلام أمامك والحكومة ووسائل الإعلام الخارجية والنواب والناس والشعب. نعم. فالكل براقب أدائك في هذا الموقع. أنا بالأمس كنت في زيارة عند سعادة المحامي عبد المنعم العودات. شرفت أبونا. الله يخليك. وانت طبعا كنت بالكرك. صحيح.
ولما سألتك وين قلت لي أنه أنت طالع في مهمة. واجب. واجب هذا صح. الواجب لأحبائك أبناء الكرك. شو بتعمل بالكرك يا أبو الليث؟ بدنا نوزع حقائب مدرسية بالتعاون مع جمعية مع جمعية كاريتاس. صحيح. أنا اللي بعرفه عن سعادتك أنه أنت قريب من الناس وبتحاول أن تقترب من الناس. هذا الدور اللي بتقوم فيه اللي هو دور الخدمي وبلمساته الإنسانية، كيف بتشوف وضع الناس وما هو الدور المطلوب من ليس فقط من النواب بل كل من استطاع أن يصل إلى موقع قادر أن يخدم فيه؟ شو 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 النصيحة اللي بتقدمها أبونا؟ هاي الانتخابات استثنائية في ظرف استثنائي، وخاصة بعد هذا الشبح اللي هو جائحة كورونا. كورونا نعم. امتدت لسنة ونص تقريبا. الظروف الاقتصادية صعبة طبعا، أثرت على كل القطاعات الاجتماعية السياسية الأمنية الاقتصادية، وبالتالي يعني بصراحة في معاناة، ناس كثير فقد عمله، ناس نعم. كثير فقد مصادر رزقه. أرجع ليوم أمس حتى أني أسمي الأسماء بمسمياتها والرد المعروف لأهله، أنا كنت رسول يعني، وبدي أشكر من خلال هذا الموقع ومن هذا القناة ومن خلالك يا أبونا نعم. أشكر جمعية الكاريتاس ممثلة برئيسها الأخ العزيز وائل سليمان نعم. وكل طاقم جمعية الكاريتاس على هذه اللفتات الإنسانية نعم. بصراحة كمان هذه الجمعية ليس لا تميز يعني ما كل الأردنيين سواء أمامها، وبالتالي مبارح يعني كان في تنسيق إحنا وياهم نطلع ونوزع حقائب مدرسية على محافظة الكرك وعلى مديريات التربية. صدق أبونا أنا بكون يعني مسرور وسعيد جدا عندما يعني أقدم خدمي لأهلي في محافظة الكرك. الكرك تستحق وتستحق الكثير. طبعا زارها جلالة الملك قبل ثلاث أسابيع ولي العهد الأمير حسين للإطلاع على الواقع الموجود وعلى نقص الخدمات اللي موجودة ونقص التنمية. شبح الكورونا نتج عنه آفات كثيرة، أهم آفة هي الفقر طبعا والبطالة والمخدرات، وبالتالي إحنا جميعا شركاء يعني كمجلس نواب كسلطة تشريعية أو كحكومة كسلطة تنفيذية، إحنا جميعا أمام مسؤوليات كبيرة، وكنا دائما يعني بنحكيها دائما في مركب واحد همنا المواطن إن شاء الله. فأنا بكون أبونا سعيد ومسرور جدا عندما يعني ألتقي في الناس وأتواصل معهم وأقعد أنا وياهم ونقدم خدمات حسب يعني حسب المستطاع. هو مشهد يثير الإعجاب والارتياح، نائب وطن، نائب كركي أردني من السماكية من الزيادين، يوزع 2000 حقيبة مدرسية، يعني هذه الروح الأردنية الحمد لله. وفعلا أنه جمعية الكاريتاس الأردنية اسمها نعم كاريتاس الأردنية، فهي منفتحة ومفتوحة ويعني تتفتح ثمارها على 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 كل هذا رسالتها السلام والمحبة. صحيح، برجعني يعني رسالة الكاريتاس الأردنية هي رسالة نفس الروحية اللي بيشتغل فيها النائب اللي هو نائب مسيحي ولكنه نائب للوطن. صحيح. للكرك لإربد للزرقة لمعان. السؤال يعني هذه الروحية الطيبة اللي عند الأردنيين، وتفضلت انت حكيت عن الكرك، يعني انت سبقتني لما حكيت عن الوئام، هذا التآخي الموجود بين أبناء العشائر والحمايل في الكرك كما في البلقة كما في الشمال في عجلون في إربد. هذا بيقودني إلى أن أعيد النظر غرب النهر.
القدس. أنتوا مجلس نواب، ومجلس النواب يتحمل مسؤولية ويحقق يعني ويحقق الشيء الذي يعيشه يريده الأردنيون وفق التوجيهات القيادة الحكيمة. بدي أرجع لموضوع اللاجئ والقدس والوصاية الهاشمية. ماذا تقول أنت النائب المسيحي الكركي الأردني، ماذا تقول عن القدس من 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 عمان، من الويبدة، من هنا، من عين على المشرق؟ شو إيش القدس إلك؟ لأنه أنا حكيت أبونا أنت تحمل مجلس النواب أمام مسؤولياته الوطنية والسياسية والإقليمية. إحنا 10/10 أو 10 أكتوبر طالع أنا على رأس وفد بضم 12 نائب وبعض الإداريين إلى فلسطين. هذا الوفد النيابي من خلال هذا الوفد طبعا هو تعزيز، هو مش تعزيز، هو ترسيخ للعلاقات اللي موجودة، أيضا اطلاع على كافة الظروف اللي موجودة في فلسطين، فلسطين الحبيبة. طبعا أبونا هاي قضيتنا، القضية الأولى، قضيتنا المركزية. وإذا بتسألني كمجلس نواب بقول لك إحنا الحمد لله، هذا إذا بدي أحكي لك عن المجلس 19، إحنا وقفنا أمام مسؤوليتنا تجاه القضية الفلسطينية. وإبان أحداث غزة وحي الشيخ جراح، نعم، كان لنا جلسة على طول اليوم، نعم، جلسة تحدث فيها 130 نائب وعبروا عن موقفهم الوطني تجاه قضيتنا. أصالة. أعتقد، نعم، أن قضية فلسطين هي قضية حياة أو موت بالنسبة للأردن. العين اليمنى والعين اليسرى، الأردن وفلسطين. نعم نعم. وإذا نتحدث عن الأردن، الأردن تحمل أعباء كثيرة وتحمل أيضا ضغوطات، خلينا نسميها، نتيجة للموقف اتجاه فلسطين. جلالة الملك يبذل قصارى جهده، وخاصة عندما نتحدث عن الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية معا. صحيح. ناس كثير يعني بتحدوا إسرائيل، لديها حلم مش مقتصر على القدس، في حلم اسمه إسرائيل الكبرى، واللي متصدي إلى الأردن بقيادة جلالة الملك. وبالتالي مواقف الأردن ثابتة تجاه قضيتنا، قضية فلسطين اللي نعتبرها قضية مركزية. ندعو ونبعث في تحياتنا وتقديرنا لكل الشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، وإن شاء الله سيأتي يوم وستحرر فلسطين من النهر إلى البحر. هذه أمنياتنا أبونا، وإحنا نقف أيضا خلف جلالة الملك في مواقفه تجاه القضية الفلسطينية وكل القضايا العرب المركزية الأخرى. بدي معليش أبونا، بدي كمان بدي أضيف شغلة. أيام أحداث غزة وحي الشيخ جراح، دعا رئيس مجلس النواب إلى جلسة طارئة لرؤساء البرلمانات العرب من أجل توحيد الموقف وتوحيد الصف تجاه هذه القضية. هذا موقف يسجل لمجلس النواب ولسعادة رئيس مجلس النواب. الحديث عن مجلس النواب في مقبل الأيام، في دورة عادية صحيح ب 15 نوفمبر 15 تشرين. ما هي إنجازات مجلس النواب في الدورة الاستثنائية وفي الدورة غير العادية؟ صحيح. التي ابتدأتم بها يعني بعد في البرلمان 19، يعني شو إيش جردة الحساب؟ صحيح. التي صحيح. صحيح. يمكن أن تقدم أبونا. خطاب العرش السامي كان بداية الدورة الغير عادية في تاريخ 10/12/10 ديسمبر، وسميت أو هي دورة غير عادية لأنها خارج حسب الدستور، خارج المدة من 1/10 إلى 30/11. نعم. أي انعقاد دورة بداية دورة خارج هذا التاريخ تعتبر دورة غير عادية، وبالتالي هي دورة غير عادية. نعم. دعا أو هي بموجب إرادة ملكية، وخطاب العرش السامي كان في تاريخ 10/12. نعم. بعدها أبونا دخل مجلس النواب يعني في
في بسميها في عراقيل ومطبات سياسية كثيرة. بداية طبعا الثقة، طلب الحكومة لنيل الثقة، ثقة مجلس النواب، ومن ثم الموازنة، ومن ثم مطبات سياسية، 4 أو 5 مطبات سياسية. حاول مجلس النواب بالرغم من، بصراحة خلينا نعترف أنه في نقص في الخبرات السياسية أو البرلمانية. إحنا بنحكي أبونا عن 100 نائب جديد، 100 نائب جديد من 130، وثمن نواب هم نواب سابقون بس مش من الدورة اللي قبلها. إحنا 22 نائب فقط من البرلمان 18 كرر في البرلمان 19، وبالتالي يعني اصطدمت الخبرات، هاي الخبرات اللي النقص في الخبرة اصطدمت يعني مع الحال الشعبوية. أنت هاي المواقف بصراحة أنت كنائب منتخب من الشعب، اليوم أنت يعني أمام خيار صعب بين الموقف الوطني وما بين الشعبوية. الشعبوية. وبالتالي يعني حاول مجلس النواب أنه يعني يخرج من هذه المطبات السياسية والعراقيل بأقل الخسائر. كان لمجلس النواب يسجل بجلساته الرقابية، يعني كان رئيس المجلس والمكتب الدائم حريص أن يكون هناك جلسة رقابية وجلسة تشريعية. نوقش من خلال الجلسة الرقابية أكثر من 700 سؤال نيابي. في الدورة الغير عادية أنجز 23 مشروع قانون، منها اتفاقيات ومشاريع قوانين من مختلف المجال. أيضا وتم اختيار طبعا الكتل، اختيار اللجان، وحاولنا أنه نراعي يعني في اختيار رؤساء اللجان ومقررها مبدأ التخصص، يعني أن يكون اللجنة حسب التخصص، حسب الكفاءة اللي موجودة. الكتل البرلمانية أيضا، تأسيس كتل برلمانية، وزي ما حكيت أبونا بعيد وبكرر أنه 100 نائب جديد، وبالتالي أنت لا يعني ما حكمت على خبراتهم، وبالتالي كان في يعني الكتل ما كانت ما أدت دورها البرلماني البرامجي بشكل حسب المأمول. يعني كانت كتل أسست على مبدأ غير أيديولوجي أو مبدأ غير برامجي. إحنا بنطمح إنه هاي القاعدة اللي إحنا أو الخبرات اللي موجودة حالياً المتواضعة إنه نأسس عليها إن شاء الله للدورات القادمة، أن يكون هناك برلمان أقوى إن شاء الله. إيش بحس النائب لما بسمع إنه في وسائل الإعلام على صفحات التواصل الاجتماعي؟ طبعاً ليس كل ما يدور وما نسمعه وما نشاهده على صفحات التواصل الاجتماعي هو سليم وصحيح، وبعضه غير أدبي، يعني منافي 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 للذوق. نعم. وسؤالي كيف يشعر النائب لما بشوف إنه صورة مجلس النواب ليس كما ينبغي في بين 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 أركان المجتمع وفي زواياه وفي جماعاته؟ أبونا أنا من خلال اطلاعي، وأنا مش من مبدأ التحيز لزملائي، أنا بشوف الجهد اللي بيقوموا فيه نوابي من الناحية الرقابية أو التشريعية أو يعني أو الدور الخدمي اللي حكينا عنه قبل شوي. بجوز في أزمة ثقة أبونا، موجود أزمة ثقة، في فجوة ما بين الشعب وما بين مؤسسات الدولة بأكملها. الثقة مفقودة اليوم، وبالتالي البرلمان أحد مؤسسات الدولة. طبعا أحد مؤسسات الدولة، وبالتالي هاي الأزمة في الثقة موجودة. إحنا بدنا نحاول كمجلس نواب إنك ترمم، ما بدي أحكي نزيل، هذا ترميم هذه الفجوة. طبعا زي ما حكيت عن طريق التشريعات الناظمة، تجويد التشريعات، وزي ما حكيت أبونا ظرف اقتصادي سيء، وبالتالي اللجان جميعها اشتبكت في حوار وطني، كل اللجان اللي عندنا المختصة والمتعلقة طبعا بجائحة كورونا التي أثرت عليها جائحة كورونا كقطاعات، لجنة المالية، الاقتصاد والاستثمار، الزراعة، الطاقة، كلها اشتبكت في حوار وطني مع السلطة، مع المجتمع ومع أيضا مع السلطة التنفيذية من أجل تجويد التشريعات، وبالتالي تحسين البيئة، وبالتالي تحسين الظرف الاقتصادي. كان اشتباك كثير كمان مع القطاع الخاص
من أجل دعم القطاع الخاص. نعم. اليوم نعرف أنه الحكومة أعلنت أنه موضوع الوظائف وموضوع في القطاع الحكومي أنه يعني شبه صعب، باستثناء طبعا قطاع الصحة وقطاع التربية، وبالتالي اليوم الورقة أو نلجأ إلى القطاع الخاص. نعم. اليوم بدنا ندعم القطاع الخاص من كل من نخفف كلف الطاقة، كلف النقل، نحاول طبعا كمجلس نواب أنه تجود التشريعات بحيث تخفف وتزيل العقبات والعراقيل اللي ممكن تواجه هذا القطاع. وبدي أحكي أبونا عن شغلة كمان سألتني عن الإنجازات في الدورة الاستثنائية. أيضا الدورة الاستثنائية كانت أيضا مثقلة وأجندتها مزدحمة بمشاريع القوانين. نعم. وبعتقد هاي مشاريع القوانين مهمة جدا اللي أنجزت. بتعرف الدورة الاستثنائية مدتها البداية محددة ولكن النهاية مفتوحة بانتهاء جدول أعمال المدرج اللي بيجيك بموجب الإرادة الملكية. من ضمن هذه القوانين تطوير الأراضي المجاورة لأراضي المقطس. نعم صحيح. هذا الصحيح يسجل إنجاز يعني لمجلس النواب من خلال مشروع هذا القانون. طبعا تنشأ هاي بسموها مؤسسة خيرية. نعم. غير ربحية. بتديرها مجلس أمناء بتألف من رئيس ومن 7 أعضاء. ليش مهم اليوم إقرار مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة للمقطس؟ من خلال مشروع هذا القانون أنت اليوم تدعو القطاع الخاص للاستثمارات. صحيح. وبالتالي خلق فرص عمل حيوية. منطقة حيوية. إحنا نحكي عن عماد السيد المسيح. نعم. مكان صحيح. عماد، وبالتالي هذا رمز ديني واستقطاب. صحيح. للسياحة. إذا اليوم بتقارن المقطس من الجانبنا مع الجانب الآخر في 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 فجوة صراحة، في في فراغ. وبالتالي احنا حريصين اليوم كمجلس نواب ومن ثم يصبح في جعبة الحكومة انها تطور هاي تطور هذا المشروع، وبالتالي ينعكس على التنمية الاقتصادية وعلى خلق فرص عمل جديدة. ايضا قانون مكافحة المخدرات انجز في الدورة. نعم. الاستثنائية. هذا قانون مهم جدا، يعني سد الثغرات التي اعترت تطبيق هذا القانون وغلظ العقوبات على هذه على من تسول لهم أنفسهم بترويج وبيع. نعم. هذه الآفة الخطيرة التي هي ليست جرم بحد ذاتها، هي أيضا سبب في ارتكاب جرائم أخرى. أيوة. وقانون الإدارة المحلية، قانون أمانة عمان، يعني في 8 قوانين مهمة جدا أنجزت في الدورة الاستثنائية. يعني أنا بدي أتوقف قليلا عند اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في بلدنا. أنجزت مهمتها، وكيف ترون هذا التوجه الذي جاء بقرار من سيد البلاد اللي بحس إنه إحنا بحاجة إلى هذا التحديث؟ صحيح. كيف تنظرون إلى مخرجاتها وإلى أين؟ شكلت هذه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. نعم. من 92 عضو طبعا برئاسة دولة سمير الرفاعي. أعتقد أن هذه اللجنة هي نواة لتطوير أو مثل ما حكيت اللي رغبة سيدنا بالإصلاح السياسي الشامل. نعم. وبالتالي هاي تعتبر نواة لتوافق عريض بين أطياف الشعب الأردني. نعم صحيح. وبالتالي توسيع قاعدة المشاركة تبدأ بهذه الحلقة. طبعا شكل 6 لجان فرعية من هذه. نعم. اللجان، لجنة المرأة ولجنة الشباب وقانون لجنة الانتخاب أحزاب. ولجنة الأحزاب. نعم. يعني هاي اللجان اشتغلت اليوم أعتقد أنها أنهت مخرجاتها خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تسليم مخرجات الهيئة العامة اللي هن 6 لجان. نعم. لتسليمها للحكومة. الحكومة طبعا سيتم أيضا أعتقد أنه سيتم تحويلها إلى ديوان الرأي والتشريع لصياغتها بمشروع قانون، ومن ثم تحويل مشروع هذا القانون أو مشروع هذه القوانين إلى مجلس النواب أو مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، حتى يعني يتم تحويل اللجان المختصة، ومن ثم يتم مناقشة هذا القانون في المطبخ التشريعي الأول، ومن ثم تحت القبة، ومن ثم ينتقل إلى مجلس الأعيان، ومن آخر شيء يتم توشيحه بالإرادة الملكية ليصبح
ليصبح قانون. طبعا المجلس النواب سيكون أمام مسؤولياته الوطنية عندما تصل هذه المخرجات بشكل مشروع قانون. طبعا سنكون حريصين على تحقيق رغبات وتطلعات الأردنيين في الوصول لحياة برلمانية حزبية برامجية إن شاء الله. إن شاء الله. كم مقعد مسيحي في الآن؟ في تسعة. ماذا تقول لزملائك النواب في المقاعد المسيحية بعد هذه التجربة 18 والآن 19؟ جزء أنا والنائب وائل رزوق بس رجعنا نواب مسيحيين من المجلس الثامن عشر والتاسع عشر. نحييهم جميعا. الله يبارك فيك. أبونا زي ما حكيت أنت اليوم يعني صح هو هاي التسمية موجودة اليوم إنه مقاعد مسيحية، مقاعد شركة الشيشان، حتى المرأة صار لها كوت يعني في مجلس النواب، وبالتالي تسع نواب مسيحيين. وإذا أخذنا أبونا بصراحة كديمغرافي وكعدد يعني عدد كويس، كعدد نواب بمثله للمقاعد المسيحية، المكون المسيحي. نعم. هلا تسريبات هي مخرجات إنه أخذ مقعد من محافظة الكرك مسيحي، ومقعد من محافظة البلقاء أيضا مسيحي، وتم تحويلهم. هو لم ينقص عدد مقاعد المسيحية من 9 إلى 7، بل هو بقي 9 مقاعد، ولكن هذول المقعدين راحوا على القوائم الحزبية الوطنية. إيش بنقول للحاليين يعني أنتوا زملائك؟ ماذا يعني كيف تنظرون الى دور النائب المسيحي؟ كيف زي ما حكيت ابو انا نحن أنا نعم انا بعرف يعني انك هي احنا نواب وطن، احنا نواب وطن طبعا. نعم. وصدق ابونا يعني بعيد، هو ليس من باب يعني احنا بنخدم الكل ونتواصل مع أكيد. الكل أكيد. واكيد طبعا يعني بدك تمثل الأردنيين بما صحيح. فيهم المسيحيين بكافة تفاصيلهم. صح. بدك تمثل. نعم. أنت نائب اليوم أمام مسؤولياتك الوطنية، بتقوم في دورك الرقابي وفي دورك التشريعي. ما في يعني ما في تمييز عندنا. إحنا بتمنى لزملائي طبعا المسيحيين وكل مجلس النواب 19 بتمنى التوفيق، وبتمنى له يعني نطلع تحت مسؤولياتنا الوطنية. نعم. ونتحمل مسؤولياتنا الوطنية بكل أمانة. طيب كيف علاقتك وعلاقة النواب المسيحية مع المؤسسات الكنسية المسيحية؟ إحنا حريصين أبونا، حريصين على التواصل دائما. نعم. نشارك كل الكنائس اللي بتدعينا، إحنا موجودين معها أيضا على تواصل مستمر، نتلمس الهموم، إذا في عراقيل وعقبات نحاول إحنا وياهم دائما إنه نتواصل مع المعنيين في مؤسسات الدولة المختلفة ونحل هذه المشاكل. زملائي أنا بحترمهم بقدرهم، زملائي المقاعد المسيحية طبعا الكل، وأنا بعرفه على تواصل دائما. بجوز أنت أبونا كمان كثير بتدعينا ودائما من لب الدعوات، نتشرف إنه لب الدعوات عندك. الله يبارك فيك، وإحنا بنحبك أبونا. فإحنا كنا حريصين أن نتواصل مع كل اللي بدعونا وكل اللي بتواصلوا معنا، نحاول دائما نكون قريبين منهم ونتلمس الهموم والتطلعات والآمال، نكون أيضا جنبا إلى جنب معكم. إحنا توقفنا عند الكثير من المحطات في هذا المشوار المريح بمعيتك. الله يسلمك يا أبونا. الآن كيف ترون مجلس نوابنا بعد أن أمضيت يعني هذه الفترة؟ كيف ترى دوره في تعزيز ثقافة المواطنة؟ إحنا يعني عندما سألت عن النائب المسيحي والمقعد المسيحي والنواب المسيحيين، أنا ممن يعني يقولون بأنه خير جامع لكل مكونات المجتمع الأردني هي المواطنة.
كيف يعمل مجلس النواب ال 130 نائب؟ هؤلاء يحملون مسؤولية، يعني هم يمثلوا المواطنين، بس ثقافة المواطنة كيف ترونها أنتم؟ يعني كيف يمكن تعزيزها؟ كيف يمكن أن نرسخ فكر المواطنة بحيث أنه إن أكرمكم في الوطن أكثركم خدمة للوطن؟ أبونا شوف، يعني بدنا نخرج يعني من فئوية. شوف أبونا، أنا حكيت قبل شوي عن مشكلة صحيح، يعني أو ما بدي أسميها مشكلة، هي موضوع الكتل. المواطنة وغيرها من القضايا والأوراق النقاشية والمواطنة سيادة القانون، يعني أمور كثير. إحنا طبعا مع تعزيز سيادة القانون، مع المواطنة والمواطنة الصالحة. بصراحة يعني بجوز عدم تكوين الكتل بشكل أيديولوجي ومبني على فكر، بجوز أضعف شوي العمل السياسي والعمل النيابي. هاي مهمة جدا، هاي لازم، يعني أعتقد أنه لو في كتل برلمانية برامجية ستوضع أمامها هذا الملف، ملف المواطن وكيف نشتغل عليه، لجان لجنة التربية والتعليم والشباب معنية في هذا في هذا الملف. في دور كبير على مجلس النواب. قلت لك أبونا بتوقع أنه خلال الدورة القادمة، الدورة العادية القادمة، سيكون مخرجات هذه اللجنة اللي بنحكي عنها المواطنة وبنحكي عن دور الشباب ودور المرأة، هي كلها مواضيع مرتبطة متداخلة ومرتبطة مرتبطة مع بعض. دور كبير على التربية والتعليم، دور كبير على الأسرة، دور كبير على مؤسسات الدولة بشكل عام. فأتمنى أن تكون تكوين الكتل البرلمانية القادمة تكون على أساس برامجي وعلى أساس أيديولوجي، لتضع أمامها ملفات مهمة جدا، منها ملف المواطنة وتعزيز الترسيخ المبدأ المواطني والقيم، هذه كلها ملفات مهمة. يعني هو النائب لما بكون مهندس، وبكون مهندس ميكانيكي وبعرف وين في خلل وبصلحه، صحيح ومرات في قطع تتلف، يعني الفكر الإصلاحي هو فكر الخير، أكيد فكر زيادة هذا الخير، صحيح. الحديث معك يعني لا يمل أبو الله يبارك فيك يا أبوني. يعني أنا سعيد مجددا، سعيد بهذا اللقاء. تسلم. بهذه الأمسية الطيبة. الله يبارك. أخذناك إحنا من برامجك. لا يا أبوني. بتشرف. إحنا سعداء بك. النائب الذي نريد هو النائب الذي يؤمن زي حضرتك، يؤمن بالله، يحافظ على انتمائه للسماء ولتراب هذا الوطن، تراب هذا الوطن الغالي. بتمنى لك يعني الاستمرار والصعود بمعيتك يا والتوفيق. الله يطول عمرك. بدعواتك أنت وكل إخوتنا الزملاء، زملائك في العبدلي تحت قبة البرلمان، وتحية لك مجددا ولسعادة رئيس مجلس النواب وللمكتب الدائم الله يبارك فيك، ولكل كل الإخوة الذين يعملون من أجل خير في هذا الوطن. أحبتنا، كان ضيفنا في هذا المساء سعادة نائب رئيس مجلس النواب المهندس هيثم جري زيادين. هذا الهيثم الذي أحببناه واختبرناه في 18، وها هو يحقق إنجازات في الكرك وفي كل أرجاء هذا الوطن. احنا نشكرك. شكرا لك يا أبو مجددا. شكرا. ونقول أيها الأحبة، إن هذا الوطن يستحق منا جميعا، النواب والمواطنين يستحق منا المزيد من الولاء والانتماء والإيمان بأن قداسة الأرض، قداسة هذا التراب، تجعلنا أكثر حرصا وغيرة
على أن يبقى هذا الوطن كريما آمنا مطمئنا بقيادة جلالة ملكنا حفظه الله ورعاه وبمعونة ومعاونة قرة عينه ولي عهده المحبوب اللي احنا طبعا نتمنى له كل السلامة والحب الشفاء هو وجلالة سيدنا وجلالة الملكة والجميع ولكل الإخوة الذين يعني اقترب منهم هذا الوباء نقول للجميع أن في الأردن خير وفي الأردن عافية وفي الأردن أمن وأمان وفي الأردن حب نترككم أحبتنا ونتمنى لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء الأسبوع القادم مع عين على المشرق شرفتونا شكرا يا أبو شرفتونا الله يطول عمرك شكرا على سيدي